ياخدوش اجازه ويلضموا موسم بموسم وموسم تاني بموسم تاني، والموسم صعب لان عندك انت مش نادي قليل، انت اكبر نادي في القاره، فانت عندك لعيبتك هتبقى مش اقل 8 لعيبه في المنتخب بيبقوا رايحين. صحيح. ده لود فوقك، ده كمان غير لعيبتنا اللي هم بيبقوا 8 غير 3 4 محترفين، علي معلول على ديانج على بيرستاو اللي بيسافروا دايما يلعبوا مع منتخباتهم. يعني انا بكلمك 56 مباراه ده اللي لعبها النادي الاهلي، لكن كل لعيب كمان زاد عليهم 18 مباريات في الدوليه او اكتر. يعني كان عندك عدد كبير من المباريات يا كابتن. أيوة. عندك عدد كبير قوي من المباريات الدوليه لعبتها ولعيبتك لعبوها، فانت بتدخل في 80 مباراه مثلا، تدخل لك في 75 مباراه اللعيبه. فاحنا خلينا نبقى محترفين، عملنا اللي احنا عاوزينه. صحيح. مبروك عليهم الدوري، دي مباراه بغض النظر، يعني ما بحبش اخسر، ولكن بغض النظر عن الخساره النهارده ما امسكهاش. يعني أيوة. انا بالعكس انا كنت اتمنى، بس عندنا مشكله. عندك كاس مصر هتلعبه. صحيح. ولا مش هتلعب؟ عارف انا لو هتلعب، بص يا كابتن، عارف انا لو ما كانش في كاس مصر كنت عملت ايه؟ كنت رحت مجموعه كنت لعبت بفرقه اللي تحت اللي هي اخليها يكمل الدوري، هم اللي يكملوا الدوري. بس هو للاسف عنده بطوله ثانيه. عندي بطوله ثانيه، ما هو ده اللي انا بقول لك الضريبه اللي احنا بنتكلم فيها. ف يعني خلينا نقول يعني ايه، نلتمس لهم العذر، وهم كمان الضغط اللي حصل لهم في الفتره اللي فاتت دي، وتعدي الموضوع، يعدي عادي خالص. مش عايزين نقف عنده، احنا محترفين، خلينا نفرح بالبطولات.